شهدت مملكة البحرين نقلة متقدمة وإنجازات في مختلف المجالات، ما جعلها نموذجا متفردا في التطور والنمو الشامل الذي أسس له جلالة الملك المعظم وعمل على متابعته سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي ركز جهود الحكومة الموقرة في برنامجها وخططها الاستراتيجية الهادفة للارتقاء بالعمل الوطني إلى أعلى المستويات. تمضي مملكة البحرين وفق خططها الاستراتيجية في مسار التطوير والبناء، فمنذ تولي جلالة الملك المعظم مقاليد الحكم واصلت مملكة البحرين سجل إنجازاتها في مختلف المجالات لتتبوأ سمعة متميزة جعلتها تحظى بمكانة مرموقة بين الدول، وذلك بمساندة ودعم قائد فريق البحرين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وعطاءاته المختلفة وإخلاص أبناء البحرين في كل ميدان. بتكاتفنا جميعا أعضاء فريق البحرين الواحد نستطيع أن نحول الطموح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز. هذا الجهد الوطني المخلص والأدوار الوطنية من الابن البار صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هو اختصار لخطوات طريق النجاح لتشكل خارطة طريق للمسارات كافة والتوجهات الاستراتيجية. فمملكة البحرين شهدت إنجازات حضارية وتنموية من خلال قيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للعمل الحكومي وتنفيذ جميع تطلعات ورؤى جلالة الملك المعظم لإنجاز المزيد بما يصب في بناء حاضر ومستقبل أفضل للجميع ويدعم خدمة أهداف المسيرة التنموية الشاملة. لقد أثبت المجتمع البحريني على مر السنين بأن عزمه وعزيمته يمكنه من تجاوز وتخطي التحديات، وأننا اليوم نتوجه بالتحية بكل تقدير واحترام إلى كوادرنا الوطنية العاملة في الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا التي حفظت البحرين، ليضاف ما تحقق إلى سجل الوطن الحافل بالعزم والثبات والإرادة والعطاء للمواطن البحريني. إرادة لم تنضب من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتشكل على الدوام حرصه التام على تشكيل الملامح الواعدة في تحقيق الإنجازات والمكتسبات لتجسد في العديد من المحطات الوطنية، ومنها قيادته المتميزة للحملة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19، والتي سجلت فيها مملكة البحرين فصلا جديدا من التلاحم والتكاتف والتعاضد بين جميع شعب مملكة البحرين. هذه الروح العالية لدى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبقى حاضرة في كل ميدان لتمضي قدما بطموح لا حد له وعزيمة مخلصة نحو تقدم ورفعة مملكة البحرين، ليحذو حذوه الأبناء في مختلف المواقع كالبنيان المرصوص، كما تعكس نظرته الثاقبة دور الشباب في صناعة المنجزات وتمسكهم بشرف خدمة وطنهم والمحافظة على أمانته لتظل أنموذجا متميزا في التقدم والنماء. وكما نهلنا وتعلمنا من سيرة ومسيرة روادنا الأوائل، يواصل ابن البحرين البار الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهدنا ورئيس مجلس الوزراء بذات الحرص والتزام لخدمة وطنه وأهله وبمعية أنجالنا الكرام الذين يتولون مسؤولياتهم بروح وطنية عالية ضمن فريق البحرين الواحد، ونحسبهم جميعا بتكاتفهم كالبنيان المرصوص بتمسكهم بشرف خدمة وطنهم والمحافظة على أمانته والذود عن مصالحه.